انا النهارده مسافر السعوديه. طيب احكي لكم يومي كان عامل ازاي. طبعا انتوا عارفين من فتره انا كنت بحضر ورق عشان اروح اعمل عمره انا وستي، وانا خلاص بقى قررت ان انا اطلع، والعربيه جت لي تحت البيت عشان توديني مطار القاهره عشان اركب من هناك اروح السعوديه. وخلاص حطيت الشنط وقفلت العربيه، وده عم طارق اللي هيوصلني مطار القاهره عشان اركب من هناك اروح السعوديه. انا بقى رحت البلد عشان اروح اجيب ستو من قلب البيت بتاعها. ستة يا ستة، يا قلب ستة، فرحانة فرحانة بك انت؟ ضعف الوقت. طبعا مش عايز اقول لكم ان الست فرحانه قد ايه، عشان هي كانت نفسها تعمل عمره من زمان، وانا مبسوط قوي ان انا فرحتها. وهنا خلاص وصلت مطار القاهره، انا كنت بظبط الشنط في قلب العربيه، وهنا كنت بقى داخل المطار عشان انا كنت اتاخرت. هنا بقى خلاص كنت باوزن كده قبل الطياره بساعه، وهنا كنا قاعدين مستنيين بوابه الدخول بتاعه الطياره اللي هي هتفتح عشان نركب منها الطياره. وانا بقى رحت اجيب شويه حاجات كده للست عشان احنا ما كناش فطرنا ولا كنا اتغدينا، والساعه بقت 8 بالليل، وانا بقى خديت الحاجه للست عشان تاكل. وانا هنا بقى رحت اشتري حمى عشان ما كنتش عامل حساب ان انا هشتري من مصر، وكنت هشتري من المكان، وكان حسابه بالريال مش بالمصري. الراجل قال لي هات 100 ريال، واديته 500 واداني الباقي 400، وقمت حاطهم بقى في الشنطه. وانا كنت بقى رايح الحمام عشان احرم من مطار القاهره، وما كنتش عامل حساب ان انا احرم من مطار القاهره، بس حصل شويه ظروف واحرم من مطار القاهره. وانا خلاص بقى دخلت استحميت كده وحرمت، وخلاص لبست الاحرام وجهزت ورحت للست. وست اول ما شافتني قالت لي ايه العسل ده، وفرحت قوي ان انا كنت لابس الاحرام. وانا خلاص بقى وصلنا الاتوبيس بقى عشان نروح المكان اللي في الطياره، ودي كانت اول مره في حياتي ان انا اشوف فيها طياره في الحياه اركب. وانا بقى خلاص ركبنا جوه، وكنت فرحان قوي ان انا كنت جبت جنب الشباك. وهنا خلاص الطياره اتحركت وراح مطار جده، وانا كابتن الطياره كان بيوزع الاكل على الناس اللي موجوده في الطياره. وهنا كل واحد في الطياره خد وجبه واحده بس، ما عدا ست خدت وجبتين عشان كابتن الطياره بيحبها بيتفرج على فيديوهاتها. والوجبه بتاعتي كانت فراخ وشويه مكرونه، والوجبه بتاعت ست كانت واحده فراخ وواحده لحم. وهنا خلاص كنت بقى بتابع ان احنا فين، وكنا خلاص قربنا ان احنا نوصل مطار جده. خلاص وصلنا جده والناس بدات تتحرك من الطياره، وانا كنت بستنى الشنطه بتاعتي. وانا خلاص لقيت الشنطه، وانا رحت بقى عشان اوصلها في العربيه عشان نتحرك من مطار جده. وهنا خلاص بدانا نطلع من المطار، والراجل ده خد مني 20 ريال عشان يزق سته. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. واستاذ محمد صاحبي كان مستنينه قدام المطار عشان يوصلني للفندق اللي في مكه. وسته بدا يبان ويظهر على التبع عشان احنا متحركين من البيت بقالنا 8 ساعات. وانا بقى خلاص بدانا نخرج من جده، وانا بقى واحنا عشان نفول العربيه. وهنا خلاص بدانا ان احنا نخش على مكه بعد سفر ساعتنا ولا ساعه ونص من جد. وهنا خلاص اخيرا بعد ساعه ونص وصلنا الفندق اللي في مكه اللي احنا هنقعد فيه انا وسته. وهنا خلاص بعد ما خلصنا كل الورق المطلوب، طلعنا بقى انا وسته عشان نشوف الاوضه بتاعتنا اللي احنا هنقعد فيها. وانا دي بقى كانت شكل الاوضه اللي احنا هنقعد فيها. عندي سته اهي، تعرفينها طبعا، دي السرير الكبير. هو المفروض يبقى سريرين، بس انا خليت الراجل يضم يعني السرير على بعض عشان انا وسته جنب بعض. وده السرير الثالث، ودي طبعا اول شنطه، ودي ثاني شنطه، والشنطتين الصغيرين دول. طبعا دي ثلاجه، والراجل الله يصلح حاله جاب لنا ميه عشان ايه لغايه الصبح. ودي ثلاجه صغيره فيها فريزر، وده دولاب كده ايه حلوه برضه. وده الحمام حلو برضه مش وحش. ايه رايك في الفندق يا ست؟ عسل الله. هي الاوضه مش وحشه يعني، جميله والله يا جدعان، يعني انا شايفها اللي هي حلوه جميله. حلوه والله، ما هيش بطاله حلو. طبعا احنا وصلنا الساعه 3 الفجر، فهنريح 5 ساعات كده انا وسته عشان احنا من الساعه 1 الظهر احنا في بره، فهنريح بقى 5 ساعات كده ولا حاجة، وننزل إن شاء الله نعمل العمرة.